أكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أن واشنطن سترد في حال تعرضت لهجوم من قبل إيران، داعيا السلطات الإيرانية إلى عدم التقليل من شأن التحذيرات الأمريكية. وطالب هانت في تصريحات عقب زيارته إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، طالب إيران بالكف عن أنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن منطقة الشرق الأوسط ليست بحاجة لأي عنصر تصعيدي جديد.